أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، قال الإمام يحيى بن الشرف النووي رحمه الله تعالى: باب التوبة. هذا باب التوبة. توبة هي الرجوع هي النقد كي إله اللص النقن هي باب كذي ويان كني مركة توبة هداد مقشو وصو نقد نقف يعني صو نقد حق إله يادو صو نقد. استغفارتنا يدنا ودن بداف نقفك طلبا استغفار ليرا هذا هدي مركة توبة دي ميل كيلي لغو الشيغو توبة دي استغفارت واسلام معنون هدي لبم ميل سوقي مدينة او توبة دي استغفارت اسكو ميل لغو الشيغانا استغفارت نوحي كتو سيسا وحي تغي توبة نوحي كتو سيسا وحي سو سعودة مركة علماء دي حير هدين اذا اجتمع افترقا هدي لبدي من ميل لغو ولا شيغ مد بمعنو كتو سيا وتوبة دي استغفارتي. وإذا افترق هدي لك لقاضة او كل قد ميل كسو عرورقتنا اجتمع او تن لشيغي تي مغرد معنى هدينا كتو سيسا. قال العلماء علماء دي وحير هذين وإمام النووي عليه رحمة الله هذا الكيسي علماء دي وحير هذين التوبة توبة واجبة وواجب فرل من كل ذنب ذنب كست إن لقى التوبة كينا أما هير هذا أما هوين هذا أما ظاهر نقض أما باطن نقض. فإن كانت المعصية هذه الذنب يهي بين العبد وبين الله إلهي يا أدونك هدو أردحي أو لا تتعلق معصيتين أين كتعلق كنا حدنين بحق آدمي آدمي حقي أو ذنب يهي إلهي يا أدونك أردحي وأسيد الزندي وكلام مثلا يا خمر ذي وحل مدها فلها معصية النوع عاسها إلهي أدونك أورد حسين آدمي كتعلقين آدمي حق شقا كلهين ثلاثة شروط صدح شرط بيلا ذهي أحدها تكوبت أن يقلع وينكبح عن المعصية هرت الدنب جنو كجر وينكبح قفك والدنب جي فرها كقاضو لكن أسوق الدنبي كود حجرة هذانا دو استغفر الله استغفر الله إلى متسمعنا هذا واجس جس إنه إلهي كعيار يأكله أما وحي إلهي تبارك وتعالى لا عيار يأكله إنه تاج ورت الدنبي كبح أن يقلع وإنه كبح بنان كيسك استاجو عن المعصية معصية ذاس يذاء ورت بنان كوينه كيستاجو. والثاني شرط قال لبعض التوبة ولا ذهينا أن يندم وإنه كن داموض وكقوم موض كشلاية النمو كحماض على فعلها فعل كاذي وليمد يعني إمات كليمد با وإنه أذو حماض ويان. والثالث شرط قال صدحادنا أن يعزم وإنه قوست قوان ألا يعود إنه نكون قنهن إليها معصيدي أبدا وليجي وإنه قلبك كقوست وليجي دنبك نكون قن مايو. فإن فقد هدي لوايو أحد الثلاثة صدح ذا نصور شيء مثل كم إذا هدي لوايو لم تصح ما أنصح يسوع التوبة لم تصح ما أنصح يسوع توبته أدونك توبة يسوع ما أنصح يسوع صدح ذا مثل هدي لوايو مركز صدح ذا وين يسوع يمدين إنه برنان كيس كيس تاجو إنه كنا دامودو
iyo inuu goosto inuuna weligii ku noqon haynin, waa inuuna waxaasoo dhanna u samaynaya baabkii aan soo dhaafnayo ilaahay daraaddii ah ee qofka duux maanta uga tago de waa lagugu caayo iyo maalan dad daraaddii iyadoo taasi meesha kuma jirto. وإن كانت المعصية هذه معصية تهي تتعلق تي كتعلق دي كحرا بآدمي آدمي يا بني آدم حقي هذه كحرا تهي فشروطها شروط ذو أربعة أفروي ودنبقي أذي يا بني آدم دين دحيي هذه الثلاثة تصدح ذن إيذاءها وصدح ذن وصول شيغي ta afraadna muxuu yiri waa an yabra'a waa inuu beri ka noqdo iska beri yeelo min xaqi saaxibihaa macsiyadanu ku jiro ama dembiganu bani aadamka kale saaxiibkeed ninkii dee uu wax ka galay xaqiisii waa inuu beri ka noqdo uu iska celiyo si isaga celina isaga ku sheegaya waa an yabra'a waa inuu beri ka noqdo min xaqi saaxibiha macsiyadan xaqeeda yaani ninkuu ka galay xaqeedii waa inuu beri ka noqdo uu banaanka ka joogsado fa in kaanad hadday tahay macsiyadani maalan xoola hadday ahayd bani aadam uu ka qaaday aw naxwahu ama wax la mid xoola aha raddahu waa inuu xoolihii soo celiyo ilayhi qofkii waa inuu u soo celiyo wa in kaana haddii uu yahay xadda qadfin qadaf xaddi وقفكي بو قذفي مثلا زاني باتاي بو كيري قفكي بو زنيستي اما سارق وحنو عاسو كيري وح بو كيري قذف او قذفي قذف اي كان لازم يس حد يعني قفكي مثلا زاني بو كيري وان كان هدوء يهي وحاني بني ادم كدحمري حد قذف قذف حد يوكري ايه ونحوه وح قذف كي لمدها واسيد الدلك يوكري قف مثلا ودلي ama xubin buu ka gooyey waxaa soo kare makanahu waa inuu makaniyo qofkii uu qofkii isu dhiibo minhu xaggiisa waa inuu qofkii ismakansiiyo uu yidhaahdo wayka xaan kugu iri iga jaro makanahu waa inuu qofkii makaniyo minhu dembigiida uu ka galay istiifaagiisi iyo qaadashadiisi waa inuu makaniyo qofkii makana waa inuu makaniyo huwa yani qofkii dembiga laga galay ayuu makanin muxuu makarin hayaa oo qofkii yaani sugsiin hayaa minhu min qadafkii dee uu ku sameeyey ama dembigu ku sameeyey in uu ka jarto u makarinaya qofkii aw amase talaba wuu talbayaa cafwahu inuu qofkii cafis buu ka talbayaayo isaamax buu ku leeyahay ama iga jara buu oranaya waa labada miduun wa in kaanad hadday tahay haybatan xan qof baad xamatay istaxallahu waa inuu ka xalaashado minhaa xanti uu ku yiraa walaala waan ku xantay saasaan sameeyey isaamax laakiin istixlaalka uu samaynhayo uu ka xalaashanhayaay waa haddii uu hubo in uuna wax ka weyne meeshii ka imanhayn masala qofkii dee waxba ku yiri uu xantay haddii uu u tago u sheegana wuxuu garanayaa wax ka weyne inuu kasii dhalay dee dembi kasii weyne ama dhibaato ka weyne inay dhacayso taa waxba uma sheegaya wuu u ducaynhayaa uun dib oo daban inuuna shuruudaana wala imanhayaa laakiin markuu ka xalaashanaya waa markuu garanaya wax ka weyne inuuna imanhayn intaasi waa mid ama inayna yacani gaadhina waa inuu og yahay tan laakiin haddii uu qofkii garanhaya de inay qofkii maqlay waa inuu ka xalaashado haddaad ogtahay inuuna maqalba hadalkaagana iyadana waad u ducaynin bay culimmadu yidhaahdeen laakiin adu markaad ka xalaashan waa markaad ogtahay dhibka weyn inuu meeshii ka dhalinaynin. qaala alimaamu calayhi raxmat ullah wayajibu waxaa waajibaha an yatuuba inuu ka tawba keeno qofku min jamiici dunuubi dunuubtii oo dhan fa in taaba hadduu ka tawba keeno min bacdihaa dunuubtuu galay mid ka mida hadduu ka tawba keeno saxad way ansaxaysaa tawbatuhu tawbadiisii cinda ahli lxaqi culimmada xaqa u saaxiibka waa ahlu sunna waljamaace tawbadiisii waa laga aqbalayaa barhkaa uu la yimid fa in taaba hadduu ka tawba keeno min bacdihaa barh ka mid aha saxad way ansaxaysaa tawbatuhu tawbadiisu cinda ahli lxaqi way ansaxaysaa
من ذلك الذنب ذنبك وكسر نقضي بركها تودي سوى سحيسا وبقي ويكوها ريسا عليه الدشي سنة الباقي إن ذنبك لو نكتب كاننا ذا باقي والأولى يهون إنت نقول لي من التوبان ولا قضايا وقد تظاهرت وحايس قرقار سيدي أو إسحوجي دلائل الكتاب والسنة سنة هي كتابك إلهي الدليل لذا إسحوجي وإجماع الأمة هي إجماع أمة إسحوجي هي إجماع أمة يعني إسحوجي على وجوب التوبة إن توبة ذو أي واجب تهي كتابك دليل الذي سي سنة دليل الذي سي إجماع مسلمين تدليل الذي يردن أي أرنتا يعني السجود تغيويا قال الله تعالى ربي وحير يسقوا إن الله ضي وتوبوا صور نقضة إلى الله حق إلهي وصور نقضة جميعا حالاتهم جبجين أيها المؤمنون مؤمنين تي حلو توبة كان إنسان لعلكم تفلحون سياد الليبانتان وقال تعالى رب حيري استغفروا ربكم ربكين كاستغفار طلبة وكدن برداف طلبة ووحي تغي ثم انت كدبنا توبوا أصور نقضة وحايدن كدعا مستقبلك إليه حقيسة ومك استغفار يا توبة ما لغو ولا الشيغي هدي استغفارتي يا توبة ما لغو ولا الشيغي استغفارتي وحي كتوس وحي تغي توبة وحي كتوس مستقبلك وحي كدعا هذه مدعون للشيغانا استغفرت يتوضي ومعنى ذوي وضاولتا وقال تعالى ربي حوري يا أيها الذين آمنوا كوي إيمانك لغها ليوم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله إلهي أسر نقضة توبة سر نقض هي توبة نصوحا حريت أه توبة حريت أه أصافي أه إلهي أولا سر نقضة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصغل بالمغلي والله إلهي بن قدار تيب النبي قيري إني أنيقو لا أستغفر الله إلهي بن استغفار ويديستا وحيقة تقي وأتوب إليه وأنا أصغل نقضى وحيقة دعا مستقبلك في اليوم مالك أكثر من 70 مرة تضبات جير وحكبضا أيان إلهي أسر نقضى رواه البخاري بحديث كم وريي مركان نبي محمد عليه السلام حكى استغفار طلب وامحي معصوم بوباء هاي انتوبة ذاكرة لباء دينا كتر مكان نقاناي واتندم بيقالك سر نقون هايو يو معصي هذا توبة كلا جرتا توبة ذاكرة وحويا أعماشا صلاة صالحات كلا قبنا يصون كن ذكري كن عبادة ذن سيدي تهي ورب يقول رب عد وقبن كرتاي مجرتبا ما كوحا نقبن هنا ووحو نسنس اها هافاف اها سيدو رب يقول دوني ان اهين لذلك الله يقول وما اكثر يعني وما يؤمن اكثرهم ذلك المؤمنين تلقاها الله يا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون يعني إيمان كان عبادة كان طاعات كان وحن إلهي الله ولا قبان وردن وحسافئها وحلا إيمان هي مبجرة ذاتك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني دعوة شركة وضعتها صلاة شركة وضعتها وحبه ولا مدمدوا باكو ولا جرقوا أعماش صالحات كان لقوانه ولا مدمدوا باكو لحجر وحسافئه إلهي حراذ إيهم مجرو مركتيب النبي عليه السلام إلهي كاستغفار طلبيا صلاة يا أعماش يا ذكر جن وقبن هيا أيام مركتيب وبقول جر كسر نقون هيا مركت إنك تأثير ونور تد أعماش إن إلهي يوم بقرن أعماش إن الدنيا كلام الناس يدير يا معصية يا غفلة كلا مركت نبي محمد عليه السلام دود معصومها هذا ساء توبة كني وحكة توبة كني وأعماش صالحات كهي ما بالنا نحن قال وعن الأغر ابن يسار ان قراءة مركه لا اخريو ابن داس ماشي الف اينكو ابن مرمر الف بالا ساره مرمر لما سارو مركه ماشي ان الف كجيرين ان الف كانت ما او تراهد وعن الاغر ابن يسار ابن اوي الف مش كما تالو مركه وانا تراهد وعن الاغر ابن يسار المزني وبربنده وانا اسكيل على سبيش الف كتلنا الف قال ماشي نكولنا اسكو دفو
قال وحير وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله تعالى عنهما قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ضضوا توبوا إلى الله إلهي أصور نقضى فإني أنيق أن النبي محمدها أتوب إليه وأنصر نقضى في اليوم مالك 100 مرة بقل جر بقل جر ما كنت تضبعت مجارين كبدا بيري 100 مرة هل كانوا يريم تضبعت مجاري بقل جر نترى معينها كما وضع يعني ترى بضل مكوضع وقفك بديمك مركو كايرها الدالك وقصوا أن الله سيقر وضع بقل جر بانكلها لي مركب بقل جر هل كان يتضبعت مجر بضني أمبالغ وضع رواه مسلم بحديث كان وري وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة الله والسلام مناقبت سنوي بدنتهي مناقبت سوحا كمذاها بعد وفاة النبي عليه السلام وغيران وحون ولا صحابي غني لحذا سنضوت ميلها ونولا نبي عليه السلام وفات كيسي كدب وحون نبي قرد انتاسه قول لبا تنجير اها مركضنا حورن جري همين كستا نبي عليه السلام ريوكو أركي جري في كل ليلة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم محيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله إلهي أفرح وكفرح بدنيهي بتوبة عبده أدون كيسة صنقت كيسة من أحدكم مد إذنك إذنك مدها وسقط هلي سقط هلك نوحدك فسير هلي لكل مي على بعيره أور كيسي وقد أضله أور كاس كهلي وكغل مي في أرض فلات عدلاء أيو أور كي كغل مي marka adoonkaas soo awrka ugu farxayay buu ilaahay uga farax badan yahay adoonkiisa soo noqodkeeda mutafaqun alayhi riwaayada faafasana waatan wa fi riwaayatin li muslimin muslim riwaaya ulaha waxa ku jiray inta rawa mutafaqun alayhi lallahu ilaahay ashaddu farahan wa kaga farax badan yahay bi tawbati abdihi adoonkiisa soo noqodkiisi xina yatubu ilayhi markuu u soo noqonayo من أحدكم مذ إذنك إذن كمذها وكان على راحلته كسقنا أوركيسي راحلة ننك نواليرا هذا ربئي يلدك لبضا والي ذا هشي أورك لبضا كان هذا على راحلته بو أهذا أدوان كاسي بأرض فلات رلعد لأها فانفلتت منه وحي أسارنا بكهالابي وعليها دوشيذنا وحا أسارنا طعامه عنتذيسي يو شرابه شرابكيسي فأيس وكقوستي منها راحل ذي فأتى وحوتقي أدونكي شجرة جيد وفضجع ووسع ذي في ذلها هركاذي قد أيس ونكقوستي من راحلته وحي أسرنا هشي أسرنا أما أوركيبا فبينما هو كذلك أسوغو سلاسه وقوس الشذا كس هذي ودين عدول كردقي إذا هو وباسغي بها هشيسي أي دلتاغنتاي إذا هو وباسغي بها هلي هشيسي قائمة حالاتي تيتاغن عنده دشيسة وبهشي دلتاغن فأخذ وحوقبتي بخطامها هقانكي يحرقي ثم قال وحيري من شدة الفرح فرح أوجيب أيري اللهم الله أنت عبدي باتهي أدونكي وأنا ربك بانهي أخطأ أوقل دمي من شدة الفرح أيو أوقل دمي مالك حديث كان فوائد كجر تدوى إلهي أدومي سأنتو جعليهي يتوبة سو إلهي وجعليهي تاسوا مد تلبات نبي عليه السلام ضرب الأمثال انت بلدك تصال مثال بوحكو تسجري تصدحات قفكو هدي وأفك كقل دمو وحن قلبك كجر دا عربكو هدو كاحضو يدين الدم بمالاني كان سوء قل دمو يوكالي وعن أبي موسى الأشعري رضو عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو موسى الأشعري
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري إن الله تعالى إلهي يبسط وفذي يده قعنتيس بالليل همينك ومحو قعنتيس لصفذي إلهي ليتوب إن التوبة أقبل موسي النهار كي مال كي قلدمي بل إن الصور نقض ويبسط وتاقى يده قعنتيس بالنهار مال كي ليتوب إن التوبة أقبل موسيء الليل كي همينك قلدمي إلهي التوبة داس يقعنت يديق داو فيدنا يهد ميسوعون حتى تطلع الشمس إلى عد عدو أي كسو بحضو من مغربها هل كي كدع دو رواه مسلم بحديث كم وريي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قفكي تاب توبة كان قبل أن تطلع الشمس على عدو أنت إنك صبح من مغربها هل كي كدعضو تاب الله عليه إلهي وكتوبة أقبل يا رواه مسلم وحديث كما حنو عدين توبة إلى وقت كي سعوتو مركا وحي سعون إلى على عدو أنك صبح هل كي كدعضو تاسو أمد وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري إن الله إله يعز غالب نقي وجل سري يقبله أقبل توبة العبد أدونك توبة ديسة ما لم يغرغر انتون السكراد غرغراد ونفك مركي هلكاتون تسوق قادو إلا نفت مركي رولوغا هلقا سوسارا marka ila iyo qaar gar inta ila naftu dhunta soo gaadin tawbada waa la aqbalaya tanna wa yadna mar kale iyo wax kale ay tawbada ku markii waxaan ila ila cadceedu xagaa ka soo baxdo marka labaadna waa ila in naftu dhunta soo gaadiso rawahu tirmidhi ba hadiskan wariyay oo waqala xuri hadithun hasan hadiskan sanadkiisu waa hasan wa anzir ibn hubaysh قال وحيري وتابعي زر بن حبيش تابعي ولبن نبي قويس سوغار عليه السلام نولشيسا لكن نبي قمون عرق قال وحيري أتيت وحان إمد صفوان بن عسال صفوان بن عسال أيان إمد والسحابي رأي من هذا أسأله أنا ويدين هيا عن المسح على الخفين صحابي قرانو إمود وصفوان بن عصال رضي الله عنه أسأله أنا ويدين هيا عن المسح على الخفين لبادا الخف لما سحو مسحتان كذا أنا ويدين هيا فقال وحيري صفوان بايقو يري ما جاء بك يا زر والزر يوم حاكو كاني فقلت وحنكوري ابتغاء العلم علم دون شاكين تطلب العلم وأنا مسألة حوص وضعي فقال صفوان باكويري إن الملائكة ملائكة تضع ويدكتا أجنحتها باذا الديدا لطالب العلم بيؤدكتا رضا لأجل رضا خالي أهان شائكتهاي بما يطلب وحو طلبي أوغي مركبو أب الشاري فقلت وحنكويري بري إنه شأني وزر جيمك وحال لياي حكا وحاكن نق نقضي في صدري لابتايدا المسح على الخفين لبدن خفيا لما سحيو بعد الغائد سحرة كدب إيه والبول كادي كدب قفك مركو سحرو دو أي سحرة دي كتما دو أما كادي أفر يستمى السحيطان كلما سحيو أيا شك إيقا قلي وكنت وحان وكنت وحاد أهيدنا صفوانو امرأة قف بعض أهيد وكنت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهيد فجئت وان امد أسألك حال أنا هيكيك ويدين هيا مسألة دان هل سمعته نبقى مياد كم مقشي صفوانو يذكر أسوق وشيغي في ذلك مسح على الخفين شيئا وحون مسألة دان نبقى وحون وكم مقشي قال الصفوان محير نعم كان النبي وحوها يأمرنا كينا أمرا إذا كنا سفرا أو مسافرين وشك الراوي إذا كنا سفرا سفر وجمع سفر
أما مسافرين هدانونا النبي قوحونا أمر جري ألا ننزع إنا ننسي من خفافنا خفف كيغا خفاف وجمع خف ثلاثة أيام سدح مع الموت ولياليهن همين ذودا إلا من جنابة جنابة إنا كسي بين مويان والنبي حرادات مسافرين تهين سدح مع الموت آيات فرصد وهيستا إنا ذنسي بين جنابة إنا كوكود عدم مويان لكن نبي محونا أمري إنا ننسي بين صدحي إنا ننسي بين من غائط سحر كذب إيا وبول هردو إيا والنوم مركا نبي محونا أمري هذا جنابتان بحية وده إسكسيبة لكن هردو إيا كاذي إيا سحر إيا ذا اللهم السار إيا بو النبي عليه السلام صدح ما اللهم السار إيا الرمهاس فقلت وحنك إربي الزر هل سمعته مات كما قش النبي يذكر أسوق شيء في الهواء جعلك شيئا وحون عد جعلات أسوق النبي وحونك شيء ما ذركت قال الحير نعم كنا وحنوهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سفر فبينما نحن عنده فبينما وقت نحن النبو عنده النبي أكتيس أنجوغني إذ وقتي أما إذ وقتك ناداه وحاء يار النبي أعرابي باو دواقي بصوت عطب أغو دواقي له عطكس جهوري بصوت له جهوري 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 وعط آد أوين أيو النبي أغو دواقي ومحولها يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جوابي نحو من صوته عدك سيوكل يعني نبي عد اير بو او جوابي والنبي محمد كيري ها جواب تقاضو يا محمد انو نبي دمي عيسو كو دواقنا ماهين مركا نبي عليه السلام محمد كيري ها جواب تقاضو يعني محادي قربت وين جوابتي ودير بكوتاي فقلت له صفوان بايري وحان كويري عربي ويحك ورهوغي اغضض من صوتك عدك هاغا هوسردك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم نبيغا أكتيسا جوكتاي عدك هوس أردك بانكوري وقد نهيت وانا لغان نهيي عن هذا نبيغا أكتيسا إني بوقي سوحا والغود ديدي ودلا ترفعوا صوتكم عند فوق 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 صوت النبي النبي عليه الصلاه والسلام كسو هذا الكيس لو هيو ام الدين لو هذا الهيو يدنا سوحنك يبوق ونهي وانا حران وقد نهيت عن هذا فقال اعرابي بايري ربيدن دوسك غره انسان والله لا اغضض عدك هو سمد غيانو قال الاعرابي اعرابي بايري المرء ادونك يحب وحوج عليه القوم الدد ولما يلحق بهم من أون عمل كجارين تطون عمل كودا جارين أيو جعلي هاي بالكور سؤال شاسو النبي قويدي قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي قحيري المرء أدونكم عمن عدب معودي هاي أحب أجعل ذا يوم القيامة ددك جعلي هاي أمبا آخر لغلسو حشرين عمل كودا يانا الله إيمان بي فما زال النبي قمون كزول يحدثنا إن نورم حتى إذا حتى ذكر إلى النبي كشيغي بابا بابو شيغي من المغرب الباب كي لا عد مسيرة عرضه بلد كيس مسيرة دي سينوحي لا اكتهي أو يسير الراكب أما وقفك فرس كسار نوحوه وسعني في عرض بلد كيس 40 أو 70 عاما تضباطا أما فرطن سنو قال السفيان بن عيين وحير أحد الرواة والرواد حديث كان سوري أن كم ذهب وها سنة كيسة كجرة قبل الشام الباب كان سحكي لا حق الشام خلقه الله تعالى إلهي بابوري يوم خلق السماوات والأرض عرك يدل كمالك بابوري مفتوحا حاله يا الباب كان سواكي فرا محو أفرنيا للتوبة توب أفرنيا لا يغلق لمن حري الباب كان حتى تطلع الشمس منه إلى عد عاد أي كسو بحد الباب كس
رواه الترمذي بحديث كم وريئي وغيرهم ترمذي غير كيبا. وقال الترمذي وحير حديث حسن صحيح حديث كان وحسن إيا صحيح بالله اسكت داري. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.